آنسة حوار، آنسة حوار، آنسة ديالوج. شو في استاذ عبقري؟ لمين عم بتنادي؟ ما سمعتي لمين كنت عم بنادي؟ سمعتك عم بتقول آنسة ديالوج، ما في عنا وحدة بهالاسمه. كنت عم بنادي عليكي يا آنسة. أنا اسمي ديالوج؟ نعم، أو بالأحرى هيدي الترجمة الحرفية لاسمك باللغة الأجنبية. حوار معناها ديالوج. صحيح أستاذ عبقري؟ نعم. على كل حال أنا ما بعدت وراكي حتى أعمل لك محاضرة تفسيرية على اسمك المصون. المهم أنا قلت لك 50 مرة إنك تقولي للمختصين يجيبوا خط تليفوني لحد مني لهون. وين التليفون؟ قلت لهم وقالوا لي ما بيصير يجيبوا تليفون على استوديو هون. أنا المخرج، أنا اللي بقول بيصير أو ما بيصير. أنا قلت بدي خط تليفون لهون، يعني بدي خط تليفون لهون. مفهوم؟ مفهوم. أما إذا كانوا مفتكرين إنه حدا رح يتصل فيي على الاستوديو أثناء التصوير ويطلع جرس التليفون بالتسجيل فبيكونوا غلطانين، لاني انا مش غبي لهالدرجة. العفو استاذ عبقري، انت اكثر من هيك. شكرا شكرا. آنسة حوار، شو قلتي؟ ماشي ماشي، عن اذنك انا رايحة اقول لهم يجيبوا التليفون لهون. على فكرة ليش متأخرين لحد هلأ؟ صارت الساعة 9 مساء وبعد ما صورنا أول مشهد. وصل الأستاذ وجيه تحت حراسة قوية. تحت حراسة قوية؟ والسبب؟ السبب مثل العادة، المعجبين والمعجبات واقفين على باب استوديو. طيب رجال الإسعاف جاهزين؟ جاهزين. طيب الأستاذ وجيه لبس ملابسه؟ وعم بيعمل مكياج كمان. والست كاميليا؟ جاهزة للتصوير. كرسي. كاميرا هون. كاميرا هون. اهلا 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 وسهلا استاذ وجيه. اهلا اهلا استاذ عبقري. اهلا. ان شاء الله تكون جاي مرتاح. من وين الراحه؟ امبارح حفله ضليت فيها لوش الصبح. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا، كيفك ستنا ونجمتنا كاميليا؟ الحمد لله بخير. طيب ممكن تسمعوا التسجيل مره ثانيه؟ من جهتي انا سمعت. ما في داعي، عملنا عليه بروفا اثناء المكياج. شي ممتاز شي ممتاز. اذا رح نبدا. قولي للكورس والكومبارس ياخذوا اماكنهم بسرعه. اماكنكم بسرعه. الممثلين استعدوا استعدوا. ست كاميليا تستعد، استاذ وجيه مستعد مستعد. كاميرا مستعدة، بلاي باك جاهز؟ جاهز. سكوت 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 تام سكوت تام. إضاءة إضاءة. كاميرا كاميرا. كلاكيت كلاكيت. أنا play back. Mm-hmm.
الحبايب يا مرسال اللي غايب يا مستاج الحبايب يا مرسال اللي غايب طمنا يا مستاجي من الحبايب شو جايب جايب رسايل ملياني ملياني حب وأفراح وأغاني وأغاني جايب رسايل ملياني ملياني حب وأفراح وأغاني وأغاني حمل الرسايل أماني للحبايب للحبايب طمنا يا مستاج الحبايب حبابي كتبتك غني بكتابي رح اكتب عليك كتابي رح نبقى اسعد حبايب طمنا يا بوسطجي وحياتك يا بوسطجي يا بوسطجي بوسطجي قلبي ده خبرني واحكي للحق يا بوسطجي قلبي ده خبرني واحكي للحق طالب وظيفي بالشركه ترجم لي مكتوب الشركه راح اتوظف ولا لا حضرة فلان الفلاني بالفحص طلعت الأولاني شرف بكرة الساعة 8 وانتو نحنا صرنا حبايب يا بوسطاج الحبايب طمنا يا بوسطاجي قلبي تاركني وعايش بالغربة ابني روحي حبت قلبي تاركني وعايش بالغربة طمني عنه وحياتك طمني وريح لقلبي يا امي عمري عحسابي ولا مرة نسيتك بغيابك راجع وفيكي أتعابك راجع يا ست الحبايب يا حبيبة يا بوسطاج الحبايب يا مرسال اللي غايب طمنا يا بوسطاجي من الحبايب شو جايب طمنا يا بوسطاجي من الحبايب يا بوسطاج الحبايب ستوب ستوب اطبع اطبع برافو 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 استاذ وجيه برافو برافو شكرا شكرا بهنيكي بهنيكي من قلبي يا ست كاميليا شكرا اسمح لي اقول لك بكل تواضع بعد هالاستعراض لازم اتحاد البريد العالمي يطبع طابع بريد صورتك عليه تخليدا
لذكراك. العفو العفو يا استاذ عبقري، الفضل لست كميله كمان. اه كميله هميت. الو الو الو، اعطيني دكتور من فضلك. نعم الو دكتور، انا عبقري. نعم عبقري، مش في غيري عبقري. نعم عبقري المخرج، الحان يا دكتور، هجم علينا على الاستوديو. نعم نعم الاستاذ وجيه، حرس الخصوصي موجودين، بفتكر خلصوه من بين ايدينه مثل الشعره من العجينه، لكن حضورك ضروري لعنده على البيت. نعم ارجوك، مع السلامه مع السلامه. نعم اخذوه على البيت، اخذوه. أنسة تمثيلية، خلصني تفقى. اسمي حوار عمنا. نعم أشصوب الأستاذ وجيه أشصوبه. يا حرام، هو عم بيصور مشهد البسطجي من فيلم المطرب المتجول. فهمت كان عم يصور البسطجي ولا غيره، وبعدان أشصوبه. ما خليني كفي وقال له بينفتح لك باب استوديو فرد دفعة، وبيهجموا المعجبين والمعجبات، وبيضحشوا كلهم وكل واحد حامل قلم ودفتر. وقال له بدهم أنه يمضيلهم الأستاذ وجيه لحتى ياخدوا منه تذكار. يعني الأستاذ وجيه كان بيناته مثل الإبرة بكومة قش؟ ايه انتوا وين كنتوا وانتوا؟ كيف كان وينا؟ أنا صرت صرخ يا أستاذ عبقري، الحق عليكم. كيف حق عليكم؟ استوب سكوت، مش شايفين الاستاذ وجيه باي حاله؟ شي غريب، والحكي تاخر كتير كمان. علمك انا تلفنت له وقال لي انه بده مسافه الطريق بس. ها اكيد هذا هو الحكي. حكي دخيلك مسكين يا استاذ وجيه، الحقيقه ما بيستاهل ابدا. هيدي ضريبه الشهره يا ست كمانيا. تفضل حكي. مساء الخير. اهلا وسهلا دكتور. بدكم ما تاخذوني على تاخيري، لاني طبعا ضاع مني مفتاح سيارتي الخصوصيه، فاضطريت اني اخذ تاكسي. وين الاستاذ حكي؟ محمود هونيك دخيلك. هيدا اللي ما بيسمع كلام الحكيم. يا ما حكيته، يا ما فهمته، يا ما نصحته، كانت النصيحة بجمل، أما اليوم قشر بصل وما حدا عم يقبلها. أستاذ عبقر عن إذنك يا حكيم شوي. عن إذنك شبك أنت، عمرها ما صارت معي هيك أبدا. هيك يا مستعجل، وقف تقول لك. تسمحوا لي؟ اتفضل. شكرا. شحلك شوي يا حكيم، دخيلك بيكم. شوف انه هو اشو صايبه. شو يا حكيم شو؟ خير يا حكيم. مسك بيت مي بسرعه عمي، بسرعه. خير يا حكيم، طمنا. خير ان شاء الله خير. عم نجيب، لا تدخيلك، مسك بيت مي، لا تدخيلك. يا حكيم شو؟ خير خير يا حكيم. باش الحمد لله، ان شاء الله خير. خير خير ان شاء الله. شوف لنا المريض. حسوا يا حكيم حسوا. هاش دخيلك دخيلك يا حكيم،
يا حكيم قلك شي كلمة. دليلك طفلنا يا حكيم. شو يا حكيم؟ كل أسف عايش. راح قلكم على حالته بصراحة. الأستاذ وجيه عايش مهدد بين لحظة والتانية بانهيار عصبي. انهيار؟ أشو يعني؟ يعني إذا مرتاح مدة شهر أو شهرين على الأقل راح ينصاب بانهيار شديد ربما يؤدي إلى للا للي للو. للا للي للو؟ أشو يعني؟ يعني الجنون. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. حكيم كيف بده يرتاح شهرين ثلاثة؟ ارتباطاته بالإذاعة والتلفزيون والسينما. السينما لازم ينفذ ارتباطاته. إذا نفذها ومرتاح بيكون في خطر على حياته مثل ما قلت لكم. طب يا حكيم ما في شي دواء؟ ما أيوة أنا راح أكتب له على دخيل على مسكنات طبعا. بس هالشيء هيدا طبعا حيكون وقتي. بس اللي لازمه هو الراحه. الراحه التامه. الراحه يا استاذنا. الراحه التامه. دخيلك استاذ عبقر. الاستاذ وجيه مثل ما عم يقول الحكيم لازم ياكل راحه. بقى جيب لي علبه راحه معك. عم نجيب. نعم. مش ياكل راحه لازمه رياحه. راحه نقا رياحه. يا جماعه الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الحكيم طمنا. طمنا الحكيم. طمنا. شو في خير ان شاء الله؟ كله خير. خير ما في لك. طمنا الحكيم. طمنا الحكيم. ما كان في ازعاج. لا ازعاجك ولا ازعاج الحكيم يا عمي. كيف يعني؟ كيف ما في داعي لازعاجك؟ في داعي ونص. انت مهدد انك تصاب بانهيار عصبي. تعرف شو يعني انهيار عصبي؟ وانا من واجبي كطبيب للامراض العصبيه اني حذرك. انت لازمك راحه تامه وكان لازم من زمان تاخذ هالراحه. بس انا كتبت لك على علاج بترجيك رجاء خاص انك تتبعه. لكن نصيحتي لك هي الراحة التامة. تصبحوا على خير كلكم. يا دكتور دكتور دكتور. يا دكتور. انت سبق قلت لي هالكلام من زمان كتير. ومثل ما انك شايف صحتي منيحة على ما يرام يا دكتور. انا انذرتك وقد اعذر من انذر. وصل الدكتور. وصل الدكتور. مع السلامة حكيم. الحمد لله سلامتك. ست كاميليا أنيسة حيوان. لوين لوين بدنا نتعشى سوا؟ يا استاذ وجيه مثل ما سمعت لازمك رياحة. وزيادة في رياحتك أنا بكرة رح بعطيك إجازة طول النهار. وتسجيل أغاني فيلم قرب من المدينة. تسجيل الأغاني بالفيلم. لكن شو؟ تسجيل. على كل حال أنا بعطي خبر الاستوديو خليني أشوف التسجيل. عم نجيب. نعم. دير بالك على الاستاذ وجيه. أمين برقبتك. لا تخليه لا يظهر ولا يفوت. خليه بالبيت. أبدا. مفهوم؟ مفهوم. ولو يا استاذ عبقري أقلم الواحد يطلع جنب الفيلا يشم شوية هواء. يا استاذ وجيه إذا بدك تروح تشم هواء اتخفى وهيك المعجبين ما بيشوفوك وبيعملوا فيك هالفصل. أبدا 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 أبدا. ما سمعت الحكيم أشو قال؟ قال لازم تضل مرتاح. وقت اللي بدك تشم الهواء بطلع انا بشم الهواء عنك برا وبرجع بعطيك الناس. معقول؟ ست كاميليا انا سحوار. يلا سلامتك. خليك قاعد. انا بوصله. انا بوصله. يا تكبر عمك ما يسيبك شهر. مع السلامه. عشان نجيب. نعم. ما بدي وصيك. عاش الاستاذ وجيه اماني برقبتك. ايه والا بالاخر بصير لا 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 لي لا لو. لا 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 لي لا لو. لا 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 لي لا لو. Thank you.
رايح على المداين اقطف ورد الجناين، رايح على المداين اقطف ورد الجناين، دارك قلبي ودقت قلبي عند احباب الحناين. قالولي في سيارات ومصانع وعمارات، قالولي في سيارات ومصانع وعمارات، حكيولي كتير كتير حكايات، حكيولي كتير كتير حكايات عن جمال المداين. انا رايح يا برايح، رايح على المداين. قالولي فيها وفيها أشياء ما بتحلم فيها، قالولي فيها وفيها أشياء ما بتحلم فيها، وأنا رايح أدور فيها واكشف سر المداين. وأنا رايح أدور فيها واكشف سر المداين. يا قلبي يا مسافر طير فوق جناح لعصافر، خدني مشاوير مشاوير على طرقات المداين. يا قلبي يا مسافر طير فوق جناح لعصافر، خدني مشاوير مشاوير على طرقات المداين. انا رايح يا برايح، رايح على المداين. وصلني عجناح الريح قبل ما ديك الفجر يصيح، وصلني عجناح الريح قبل ما ديك الفجر يصيح، جو المداين مليح اه من جو المداين، جو المداين مليح اه من جو المداين. لكن مهما غيابي طلت خوف علي، يا رجال ما ببيع الضيعة بالمال وببدلها بالمداين. لكن مهما غيابي طلت خوف علي، يا رجال ما ببيع الضيعة بالمال وببدلها بالمداين. أنا رايح يا برايح، رايح على المداين. آه
صباح الخير يا حكيم. صباح الخير استاذ عبقري. تفضل. اهلا فيك. كيفك يا حكيم؟ كيف الصحة؟ منيحة ان شاء الله. مرتاح؟ مش نفسيتك تعبانة؟ وبعدين يا استاذ عبقري شي كتير هيك، شو جاي تسألني عن صحتي؟ المفروض انه انا اللي اسألك عن صحتك مش انت تسألني عن صحتي. صرك ساعة عم تسألني كيفك، كيف صحتك؟ الصحة منيحة؟ شو شايفني عم بسحل؟ معي قريب؟ معي انفلونزا؟ معي سعال ديكي؟ معي يا بيبي نسكب بيت مي مي، يا بيبي نسكب بيت مي مي، نسكب بيت مي مي، يا بيبي نسكب بيت مي. تفضل حكيم. نعم. يا بيبي الحمد لله الحمد لله. ترجيك يا استاذ عبقري ما تسالني هيك اسئله بقى ابدا. خير؟ شو فيها الزياره هلا؟ ما في الا الخير يا حكيم. نعم. انا جاي خصوصي حتى استفسر منك عن حاله الاستاذ وجيه، لانه امبارح ما قدرت احكيك معك. بعتقد كنت واضح جدا وصريح في تشخيص الطبي. طيب يا حكيم، شو سبب هالمرض اللي اجاله هيك فجاه بدون سابق انذار؟ لا ما بعتقد انه المرض اجاله فجاه يا استاذ عبقري. هيدا إله رواسب قديمة جداً كانت كامنة بداخلية نفسها. والأستاذ وجيه مثل ما قلت لكم لازم راحة تامة، ولازم ما يتعب كتير، ولازم ينام كتير. مع أنه الأستاذ وجيه بينام كل يوم 10-12 ساعة. الأستاذ وجيه شغلته مش جسدياً وبس، شغلته فكرياً. يعني بدك تقول إذا كان عم بغني أو عم بيمثل بتكون جميع حواسه الذهنية عم تشتغل، زائد على ذلك أعصابه بتكون متوترة جداً. يعني بتكون حالته، كيف بدي أفسر لك إياها؟ يعني إذا أخذنا أشي ووضعناها بكيلة مي عم تغلي، كيف بيصفي بحالتها؟ بتطلع الأشياء وهيك بتكون حالة الأستاذ وجيه وهو عم بيغني. ومن هلأ لينتهي من ارتباطاته الله أعلم شو بصير بحالته. أنا لازم أعمل جهد حتى خليه ما يبذل مجهود زيادة عن اللزوم. أنا ما عندي أبداً جواب على كلامك هيدا غير الجملة اللي سبق وقلت لكم ياها امبارح عشية بفيلا الأستاذ وجيه. جملة؟ أي جملة يا حكيم؟ قلت له أنا أنذرتك وقد أعذر من أنذر. على كل حال أزعجنك، شكرا يا حكيم. بالعكس هيدا واجبي أنا. بدي منك خدمة بسيطة. أنا تحت أمرك يا حكيم. بعتقد اللي قايم على خدمة الأستاذ وجيه هو العم نجيب مش هيك؟ طبعا مش قايم على خدمته بس، هو مربى الأستاذ وجيه من هون. طيب ممكن تبعت لي العم نجيب عندي هون على العيادة؟ تحت أمرك. بس من غير ما يعرف الأستاذ وجيه إنه العم نجيب جاي لعندي هون. طيب ليش أنت بدك العم نجيب؟ بدي أعطيه شوية نصايح وإرشادات يمشي عليها في حالة ظهور أي عوارض أو بوادر للشيء اللي نحن خايفين منه. الانهيار العصبي. مش بس الانهيار العصبي، ربما كمان اللالا للي للو. هاي نعم اللالا للي للو. ما تنسى تبعت لي العم نجيب. تحت أمرك يا حكيم. للا للي للو. للا للي للو. الأستاذ عبقري كمان لازم معه للا للي للو. هلا بتفين استاذ وجيه؟ لو مبزوق. الو الو نعم مين؟ عاش حلي صوتها؟ ما بقدر. لعاش في الاستاذ وجيه؟ مين عم يحكى؟ استاذ سنجرة؟ عفوا استاذ عبقرة. لا تويخذنا خمانتك الاستاذ سنكرة. نعم
استاذ ماجي طول بالك لاشوف لك هو كانوا نايم ولا فايق. اذا كنت عاش فايق وتشوفه كانوا نايم ولا فايق طول بالك. يا عمي كيف بدي فايق او اذا كان نايم؟ ولو نعم ايه معقول. استاذ عبقرة معقولة انا فايق من النوم واساله كانوا نايم ولا فايق؟ ايه لا ما قال الحكيم انه لازم له راحة. ايه انا صقيت الدواء امبارح. ايه لك نعم انا نازل على السوق. ايه معلوم اش ايه 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 لا تخاف لا تخاف لا تخاف بروح وبرجع بيكون الثاني. ايه مع السلامه مع السلامه. هلا لا تقوي صوتك هلا بفيل استاذ استاذ وجيه. ايه استاذ عبقرة معه حق بركي فيق الاستاذ وجيه وما لقوني انا بالباب. بكتب له هون احسن شان رويح الامضاء العم نجيب. اذا وعيت من النوم كاتب لك هون فيه خاطري. عم نجيب يا عم نجيب وين راح الرجال؟ شو شي عجيب شو رايح اشتري شوية اغراض من السوق. اذا وعيت من النوم لا تناديلي واذا كنت نايم لا تقوم من النوم حتى ارجع. الامضاء العم نجيب شي حلو. وأنا رايح احفظ اللحن إذا جيت ما تسأل عني. الإمضاء وجيه.
مين 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 يلا يلا جاي مين استاذ وجيه فوت على مهلكم على مهلكم عميك عميك فوت حطوا هون قرب على ما هيكو على ما هيكو اشو صوبة بالطريق مثل العادة مثل العادة مع السلامة ما ممنونكم كتير مع السلامة اي مع السلامة اتفضل يا حبوب عيب يا شيخ ممنونة كتير طعمني قلل واجب شكرا ممنونة كتير الله يخليك خاطرة. مع السلامة يا طيب لوان رحت لوان مع العلمة اقعد بقطك نايم ما فيك شو هالتياب اللي لابسه عد انك رحت على الاستوديو مشان تصور فيلم ما هاك مغيري لك تيابك اشوف بدنا نعمل فيك هلأ وين بدي اخدك ما قال لك الحكيم ما قال لك الحكيم بدك رياحه اشو ضروري ربطك حتى ما تعود تروح اشو هذا يوه شو بدنا نعمل هلأ نفوتوا على قطو احسن شا كيف بدنا نحمله وما بنعرف قري هيدي بتضيقنا نشيله يا رب اي 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 يا اخي كيف بدنا نحملك هلا ما بعرف شد حالك شوي
طول 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 طول. بحرف الحي حبيتك حبيبي، وبحرف البي بكتب لك حبيبي. وانا اتعلم حروف الأبجدي تكتب فيها اسمك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أكتر العالم بتحب تتعلم هندسة وطب، أكتر العالم بتحب تتعلم هندسة وطب، لكن أنا يا قلبي تعلمت بمدرسة الحب. والحب يا ما علمني وياما ياما فهمني، الحب يا ما علمني وياما ياما فهمني، علمني افتح قلبي للحب وللمحبة، علمني افتح قلبي للحب وللمحبة، وازرع زهرة على كل درب، لكن أنا يا قلبي تعلمت بمدرسة الحب. قمر الحب يهنينا ويضوي عتم ليالينا، قمر الحب يهنينا ويضوي عتم ليالينا. والحب مش عيب يا رجال لما يجمع بالحلال، والحب مش عيب يا رجال لما يجمع بالحلال، عين بعين وقلب بقلب، لكن أنا يا قلبي تعلمت بمدرسة الحب. ما في بالعالم قصة من الحب ما إلها حصة، ما في بالعالم قصة من الحب ما إلها حصة. ويا نية للي بيحبوا وعالمحب بيتربوا، ويا نية للي بيحبوا وعالمحب بيتربوا. ما حبي رسمة للقلب، لكن أنا يا قلبي تعلمت بمدرسة الحب. عم نجيب، اخ يا راسي اخ، شو هالمستشفى هيدي؟ شو تختلف عن باقي المستشفيات كلها هيدي؟ الظاهر ان عيادة الدكتور خصوصية. اخ يا راسي اخ، اخ يا راسي اخ. شو نعم امر اي خدمة؟ بحياتك يا عم بدي كوباية لمونادة. تكرم عيني. اخ نعم اش طلبت؟ كوباية لمونادة. كوباية ليمونادة؟ ايه
ليش الظاهر ما عندكنش ليمون حامض؟ في حامض بس ليموناضة؟ ليموناضة اعمل لي كوباية ليموناضة الله يخليك احترق قلبي. بس يا استاذ انت انا شو؟ بدي كوباية ليموناضة اذا سمحت بس. تكرم امرك. شو هالمستشفى هي؟ شو هالمستشفى؟ شي جديد كثير. يا ترى وين راح العم نجيب؟ شو بعد ما جابش كوباية الليموناضة هيدا؟ شو هالممرض هذا؟ وين كنت عم نجيب؟ كنت عم اعمل لك الليموناضة. شو؟ كنت عم اعمل لك الليموناضة. ليموناضة؟ مين طلب منك ليموناضة؟ حضرتك. أنا طلبت منك ليموناضة؟ نعم. عم نجيب؟ نعم. قديش صار لك بتعرفني؟ صرت بعرفك من وقت اللي كنت هالقد يعني عمرك 5-6 سنين مربيك أنا. عال عال عال، عمري طلبت منك يوم من الأيام كباية ليموناضة؟ أبداً، وهذا اللي خليني استغرب. لكن لمين جاي كوباية الليموناضة؟ حسب طلبك، حسب أمرك. عم نجيب صاير لك شي يوم أنت؟ أنا؟ لكان أنا؟ هو لا ولا شاء، أنا ما نصير شاء أبداً. الظاهر أعصابك تعباني. أنا؟ أنت أعصابك تعباني، على كل حال خذ كوباية الليموناضة على المطبخ ولا أقول لك اشربها أحسن وعمل لي بدلك فنجان قهوة. أوام. يعني ما بدك كوباية الليموناضة؟ وبعدين يا عم نجيب يعني مش عم تفهمني صاير. اشرب كوبايه الليموناضه، تفضل اشرب كوبايه الليموناضه واعمل لي بداله فنجان قهوه. انا اشربه؟ انت اشربه. بس مانوش يا عبالي الليموناضه. عم لك اشربه وبدي فنجان قهوه. شو صاير لك اليوم يا عم نجيب؟ امرك لح اشرب. غريب لح اشربه. اشربه هون هون هون. اشربه هون وروح اعمل لي اشربه قدامي تشوف. اشربه. طيب اشربه. ولحقني فنجان قهوة. أوام 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 عم نجيب. طيب وين حطيت النوتة؟ مش عارف وين حطيت النوتة. يا عمي وين هالليموناضة؟ احترق قلبي. ياه احترق قلبي. اخ يا اخي يا اخ. شو هاي؟ اخ شو هاي؟ عود؟ حلو يكون الدكتور مغني كمان. اخ اخ وين هالليموناضة يا عمي وين؟ اخ اتفضل. شكرا شكرا كتر خيرك. شو هيدا؟ لك عمي شو اللي جايبه هيدا؟ قهوة. قهوة؟ نعم. يا عمي أنا طلبت منك كوباية ليموناضة، طلبت منك قهوة يا رجال. أخ راح يطير عقلي. طلبت منك ليموناضة ليموناضة. يا عمي أنت طلبت ليموناضة، رجعت قلت لي اشرب الليموناضة وجيب لي قهوة. ولك أنا؟ لكن أنا؟ لك يا عمي أنا طلبت منك كوباية ليموناضة، بالشرف طلبت منك كوباية ليموناضة واحترق قلبي صار لي ساعة قاعد.
يا عمي اعتمد لك على رقة، بدك ليموناضة ولا بدك قهوة؟ يا خي بدي ليموناضة، اشرب لي هالقهويات من فضلك إذا سمحت، وجيب لي بدالهم كوباية ليموناضة. أخ يا خي أخ، شو حالي؟ أخ مثل ما قال الحكيم، بلشت على أعراض التري للا لا لولا تري للا لا. حلو يكونوا جايبيني على المستشفى، مستشفى الامراض العقليه، وانا ما عنديش خبر. شو هالحاله؟ شو هالوعى السوداء هيدي؟ شو هالوعى السوداء هيدي؟ شو هالوعى السوداء؟ تفضل يا استاذ، تفضل. عم نجيب، لك شو بك؟ شبهك انت، شبهك صاير لك شيء الليله؟ ابدا. لاش لشو جايب لي المناضة؟ يا عم انت اللي طلبت لي مناضة. يا رجل يا رجل، انا طلبت منك. لا لا عند هون بس، ما بيتحمل ما بيتحمل. يا عمي لعب مخول وعقلات، انا اللي حيصير معي انهيار عصبي. لا 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 عم نجيب. لا بكره، بكره لك، خليك عندك عم فهمك. ها ها. اليوم رايح، بكره بتشوفنا قبل ما يصير معي تريلين. لا لك شو صار؟ شو صار؟ لك انا اقول لك. لا 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 لا، خليك بعيد 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 انا. انت؟ لا 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 لا، انت انا.